تفكيره في العاقبة من الأمور المهمة التي تغير حياة الناس، لعل لحظة من التفكير تؤدي إلى تغيير المصير. إلى متى نريد أن نتوغل في المعاصي؟ إلى متى نستمر من دون الورع والتقوى؟ إلى متى لا نسمع كلام ربنا وهو الذي يريد لنا الخير المطلق؟ إلى متى نتجاهل كلام الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله